بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال للإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وما نرسل بالآيات إلا تخويفا تذكر وقوفك يوم العرج عريانا مستوحشا قلقا أحشايا حيرانا تتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونكبت المواسم ربك نوديك باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان تذكر وقوفك يوم أين فلان ابن فلان استعشت الوقوف بين يدي الله.